السلام عليكم صديقاتي، مرحبا بكم في قناة ام عبد الرحمن لتعليم كروشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. ديما جيب لكم واحد زواقه رائعه، زواقه خفيفه وسهله وراقيه، يعني فيها كاع المواصفات لجميع المبتدئات حتى كذلك المعلمات. فقبل ما نبدا كنشكر جميع الاخوات اللي متبعيني على التعاليق ديالكم، على الاتصالات ديالكم، على كذلك على الدعم ديالكم بلي لايك بالاشتراك، بارك الله فيكم. وكنتمنى يدوم بيناتنا ان شاء الله التواصل في الخير وفي التعليم وفي الابداع ان شاء الله. فكنتمنى منكم ما تنساونيش دائما بلي لايك كومونتير واشتركوا وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. فاليوم ان شاء الله كما قلت لكم في الاول غادي نعمل لكم واحد الزواقه غزاله خفيفه، هو ضريس كيجي لكميمه العنيقه في الهبطه ديال العنق، كذلك في الطوق. نتوما غتخرجوا منه اللي يعجبكم. فجبت لكم علاش قلت لكم ساهل وبسيط، كما كتعرفوا بمناسبه ذكرى عيد المولد النبوي ان شاء الله على ابواب، فبغيت نعطيكم بزاف ديال الاعمال في هذه الايام المقبله ان شاء الله بما يخص في التقليدي، باش اللي بغات توجد القنيطرات ديالها وتخيط قفطنات اي حاجه في التقليدي، فان شاء الله هذا هو المكان او لهذا الفيديو المناسب. فبقوا حتى الاخر الفيديو. اول حاجه غنبداو بها على بركه الله غادي نحتاجوا الحرير. انا كنعمل الحرير هذا، وانتوما يعني الحرير اللي كتحتاجوا اللي كترتاحوا فيه في الخدمه. دائما الكروشي انا عندي رقيق كما كتشوفوا، كنخدم ب 16 رقم 16 ديال الضامه. نبداو على بركه الله. وبغيت نقول لكم الاخوات هاد الزواقه هادي حصريا على قناتي، فانا عندي كتوبه بزاف ديال الكروشي اللي كان يعني كنخرج منهم الزواقه الا عجبتني واللي كيفيدوني بزاف. اغلبيه انا كنخدم بالكتوبه، يعني صراحه هذا هو الحاجه اللي تعلمتها في هاد الكروشي اولا في هاد الدومين، يعني كنتعلم من الكتاب، كنخيط من الكتاب، كنقل من الكتاب، يعني باش كنكون دائما ماشيه هو هذاك، فضروري تعلموا من الكتاب. فهاد الزواقه ان شاء الله غنق كما قلت لكم حصريا على قناتي، هي خفيفه وصغيره وكذلك سهله، كل شيء يقدر يوجد قنيطرات يعني تستعنوا بها في العنق كما قلت لكم، وكذلك في اليدين. هي اصلا كتجي الكميمات ديال الكميمات العنق. غنعملوا الحرير على ثلاثه ديال الشعرات ولا ثلاثه ديال الخيوط. هانتوما غادي نلويو الحرير، وغادي نعملو سنسلة هي الأساس دائما. هانتوما نبداو على بركة الله. غنعملو ستة ديال السلسلات، هانتوما ركزو معايا وبقاو حتى لأخر الفيديو، فيديو مهم وكله استفادة. هاهي غنجيو لهنايا، غادي نعمرو ثلاثة. طبعا انا عندي الحرير غير على ثلاثة ديال الشعرات ولا ثلاثة ديال الخيوط، يعني غتجي الخدمة رقيقة. غنعمل على أربعة، يعني أربعة ديال الأعمدة. غنجي هنا نعمل واحد جوج وغنرجع في نفس المكان. سمحولي إلى يدي ما باليش في الكاميرا، فكنكون مركزة مع الخدمة باش كنوريكم، هذا علاش. قلنا أربعة، كيف عملنا هنا أربعة كذلك حتى هنايا. هانتوما ردوا البال معايا هنا مزيان، غنزيدو أربعة. أنا خليت هاد الحرير يعني البداية ديال الحرير هنا طويل باش نتحكم فيه، نبقى نزيرو حتى هي الحجم ديالها صغير كيما قلت لكم. هانتوما دائما ملي كيتسرى لي كنجبدو بنفس الطريقة. فهنا غادي نبداو،
غنعملو 5 ديال السلسلات. هانتوما راه ساهله، خاصها غير شويه ديال التركيز فقط. نرجعو بنفس الغرزه في فين بدينا، وغنجيو من هنايا غنعملو نفس العمليه، نرجعو نفس المكان ونعمرو هنايا في هاد الغرزه هادي باش عطينا هاد الشكل ديال الوريضه. واخا الحجم ديالها صغير ولكن غتولي تبان لكم ملي غادي يعني غطلع مزيان وغنكبروا الزواقه ديالنا غتولي تبان لكم. غنعملوا جوج ديال السلسلات وغنرجعوا لهذا المكان. هانتوما غنجيو هنا دائما كما قلت لكم أربعة ديال الأعمدة. هي زواقة واحدة وكنخرجو منها جوج تشكيلات، يعني هي كطلع كنعملو جوج في واحد كتجي غزالة كما هاد الزواقة كينطبق عليها ديك المثل كنضربو عصفورين بحجر، يعني هي زواقة واحدة وفيها جوج الحوايج كتجي مزيونة بزاف وسهلة ومزيونه وانيقه. يعني قنيدرات خفيفه عند الدار كما قلت لكم. دابا حنا الموعد ديال ذكرى المولد النبوي ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه يا ربي، ويحفظنا هذا البلد الامين يا ربي امين. كما قلت لكم قرب ان شاء الله الرحمن الرحيم، فكنبغيو نعملوا قنيدرات خفيفين للدار، فراشات، جبادور، قفطان، يعني بزاف ديال الحوايج. المهم التقليدي ديالنا المغربي. هانتوما غنجيو من هنايا، ركزوا معايا هنا، وغنعملو غنغرسو هنايا، غنعملو عمود غنطلعو بأربعة. هانتوما غنجيو من هنا ونعمرو أربعة. جويجة ديال السلسلة كما قلت لكم غير جوج فقط، فسهلة جدا فقط. إلا تبعتوا الفيديو بقيتوا حتى الأخير فإن شاء الله غتستافدوا أكيد، وأنا متأكدة غتستافدوا وغتعملوا القنيدرات ديالكم. راه بزاف ديال الاخوات كيتصلوا بيا ومنهم معلمات كيقولوا لي حنا كنتسناو الزواقه هذه ولا كنتبعوا هذه اولا طبقنا هذه. مرحبا والف مرحبا. فكل مره ان شاء الله غنعمل معكم يعني الطلب اللي طلبتوه مني. وطبعا ملي كتكون شي مناسبه ديال الاعياد وداكشي عاو كنبغيو نعملوا شي حاجه الاخوات باش كذلك باش شي حاجه خفيفه ومبتدئات باش كلشي يعدلو، حتى من غير حتى ماشي مبتدئات صراحه غير يعدلوها. كتجي هادي حتى المعلمه اللي عارفه كفكره زدت لكم. غادي نقول لكم خرجتها من الكتاب، والكتاب عند الكتاب عندي اسباني، يعني كتعرفوه بان الكروشي يعني ماين ماجي المصدر ديالو يعني من اسبانيا، فهم الاسبانيول هما اللي كانوا كيعدلوا الكروشي بزاف صراحه، وعندهم كتوبه، عندهم واحد الرصيد كبير غزال غزال. فدائما انا كنعتمد على الكتوبه ديالهم، كيعجبوني كنخرج منهم زواقات مزيونين. وكما قلت لك هذه يعني هي واخا كيعطيوك واحد، هما كيعدلوها اغلبيه ما كيعملوش طبعا ما عندهمش يعني بحالنا حنا التقليدي كيعدلوها صبانات ليزور مانطيل يعني بزاف الحوايج. انا كنحاول نخرج من هذيك الزواقه هذاك الشيء اللي يعني كما نقولوا يعني عصري كنردو تقليدي، هذا هو اللي كاين.
دائما كنرجعوا لديك الغرزه اللي بدينا منها. يعني بدينا في هذه اللي واخا الحجم ديالك يكون صغير فنصبروا معاها، يعني باش ناخذوا هذاك الشكل اللي حنا باغيين. فضروري شويه الصبر خصوصا مع الحرير، راه ماشي هو الخيط. غنعملو جوج ديال نطلعو جوج ديال السلسلات ونجيو لنفس المكان اللي كنا فيه عاود وغنعمرو. فبقاو حتى لاخر الفيديو باش تشوفو الشكل النهائي للزواقة ديالنا كيف غادي تجي وكيف ممكن نعملوها في القفطان وفي الكميمات اللي معتمدين عليها، هو هذا الاساس. فكتجي رائعة جدا. دابا ما غيبالكمش مزيان الشكل، ولكن صبروا غادي تشوفوا الشكل النهائي رائع. كما قلت لكم هنا كنعملوا أربعة. كنجيو من هنا كنعملوا عمود، عاود نفس الشيء أربعة وكنرجعوا. وسريعة جدا كطلع ما شاء الله تبارك الله. فأنا بديت معكم من الأول ووقفتش الفيديو وغنكمل معكم ان شاء الله باذن الله. فما تنساونيش لاي لايك كومونتير، قولوا لي كيف جاتكم الزواقه، ما تبخلوش عليا بالكومونتير. جزاكم الله كل خير، ولي لايك كذلك، واشتركوا الاخوات الجديد ثم الجديد مع ام عبد الرحمن لتعليم الكروشي، وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. كما قلت لكم ان شاء الله في هذه الايامات غنشارك معكم غير الحويجات مزيونين، يعني سهلين. نربات البيوت اللي في البيوت كيشاهدونا واللي كيتعلموا من خلال هذه القناه المفيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. فبزاف ديال الحويجات اللي غنزل معكم غيعجبوكم ان شاء الله. انتما غنجيو نفس العمليه، سمحولي الحرير كيفلت لي، فلا بد خصنا نزيرو باش بحال هكدا. كنعملو هاد ثلاثة ديال هذا درس دريسات، كيجيو صغيورين مع بعضيتهم وكنشكلوهم كيرجعو على شكل تاج. ورا سبق لي شاركت معكم هاد الدريسات هادو اللي كنعملو دابا، فكيجيو مزيونين بزاف. داكشي كنقولكم رجعو للدروس ديالي الاولانيين، هانتوما حنا عملنا الدريس هيدا. دابا غادي نعدل واحد جوج، هيا سمحولي رخفصة، كيجي رائع. فدابا واخا غتبان لكم هيدا، باقي غنوريها لكم على الشكل ديالها الصحيح وغتشوفو وغنبهروا في هذه الزواقه اللي سهله وانيقه. انا بغيت نسميها سهله وانيقه.
ثم دائما كنطلعوا بأربعة كنعمروا هنا أربعة ديال الأعمدة في هذا الوسط هذا ديال هذا الطرس سمحوا لي نسيت عملت هنا ثلاثة هانتوما فبدا كيبان الشكل ديالها باقي غادي نوريها لكم مزيان باش تشوفوا كيف كتجي ملي كيكون الحجم ديالها كبير غزاله غزاله وخفيفه كما قلت لكم هانتوما واحد الملاحظة أنا بديت كنقص واحد العمود كنت كنقول لكم أربعة هنا وأربعة هنا لا لاحظت بداو كيعمروا لي كيجيو شوية مزيرين فأنا بغيت يكونوا خفيفين وظاهرين فالأحسن نختصروا نعملوا غير ثلاثة ثلاثة يعني مجموع ستة أو نعملوا نفس العملية فان شاء الله هاد الزواقه هادي غادي نوريكم كيفاش غتلصق في الكم فهذا يعني الجزء غادي يكون فيه كيفاش نوريكم نعدلوا الزواقه ودوجتوها والفيديو اللي موراه ان شاء الله غنوريكم التطبيق كيفاش غنركبوها على الثوب ان شاء الله الرحمن الرحيم
عاود كنجيو لهنايا كنعملو نفس العمليه كما قلت لكم. نقصوا عمود هنا كنا عاملين اربعه اللي لاحظتوا، وجاتني جات مشرجيه بزاف فبغيت تبقى خفيفه كما هي. غادي نعملو غير ثلاثه، راه قلت لكم دابا عاد ردوا البال عملوا غير ثلاثه احسن. خصوصا الا عملتو خيوط على اربعه فمن الاحسن غير ثلاثه.
انتما. فبدا كيبان الشكل ديال الجميل كما قلت لكم. غادي نحدد لها تنساليها وغنحدد لها هادو باش تبان لكم كثر. كما قلت لكم كان عندي الحق، خفيفه ظريفه يعني وانيقه، يعني هادي كنخدموها بحال شي سينتا. ومن بعد كتركبوها في الكميمات ديالكم اولا في العنق اولا في الهابطه الا بغيتو تعملوها، كتجي غزاله. فانا ان شاء الله الفيديو كما قلت لكم اللي مورا هذا غنوريكم كيفاش غنركبوها غزاله، كتجي كتجي كتحمق. فبنساونيش بالدعوات الخير ديالكم، جزاكم الله كل خير والدعم. دعموني بلي لايك كومونتير وقولوا لي ضروري كما قلت لكم رايكم كيهمني بزاف، والتعاليق ديالكم كتهمني. متنساونيش بالتعاليق ولي لايك كومونتير، اشتركوا وفعلوا الجرس وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. غنكون ممتنه جميع الصديقات اللي غيشتركوا في القناه ديالي، فقناه استفاده والتعلم. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يستافد. كنساو كنمشي نعمل أربعة، مركزة على أربعة، وأنا كنحاول منساشي باش نعمل غير ثلاثة باش متجيش مشارجية بزاف وتجي خفيفة، ونخليوها خفيفة ظريفة. هانتوما بدات كتبان الزواقة ديالنا. ساهله، ركزوا لي على هاد القاعده هادي وغيكون غير الخير ان شاء الله، وغادي تحفظوها سهله وغادي تطبقوها. ويا طبقتوها ما تنساوش تخليوها لي في التعاليق، ولا عملتوها في شي قنيطرات خليوها لي كذلك. كنكون سعيده جدا ملي كتشاركوا معايا بانكم طبقتوا الاعمال ديالي، الزواقات اللي كنعطيكم عملتوهم في قنيدرات ولا القفيطنات. كنكون جد سعيده، كنعرف الميساج وصل، هذا هو اهم شيء، هو هذا الشيء اللي كنعطي يوصل. عندي هذا الكروشيه نتوما كتشوف مسكين معديه عليه، شو كيقول له ولا كينتف لي الحرير، لاحظتوا راه ولا كينتف، خصني نبدلو. وكما قلت لكم ديك النهار ما سخياش به، كيجيني خفيف.
المرات ملي كيتخبى الحرير ما كيخليش تجي الخدمه نقيه، ضروري خصنا نخليوه كما هو خيط واحد، حيت الا جا كامل عقدي وتقطع ما غاديش يبقى بديك الجماليه ديالو. فبعض المرات كيكون الحرير راشي كيتقطع، بعض المرات الكروشي كيكون كيجرح. كما قلت لكم ملي كيتقطع كيولي ما كيبقاش بديك الجمال ديال الشكي ولات. جات غزاله غزاله غزاله، حنا باقيين ماشيين فيها ما شاء الله، كتجي رائعه. دابا غادي نكملو دائما جوج سنين لا تذكروا، ورجعوا الاول الفيديو وغادي تستفدوا ان شاء الله. خصنا دائما الا كانت شي وحده شي غرزه مصغيره نوسعوها باش ملي كنحشيو الكروشي كتجينا سالو، ما كنتفوش الحرير. انا كنحاول معاها باش نخرجها سالمه غانمه، يعني باش ما تجينيش مشنتفه، هذا هو الاهم.
انا معاكم غير الحرير عاود ما كيغلي ف كنصلحو عاد كنبين يدي في الكاميرا. هانتوما كما قلت لكم هنا الا كانت الغرزه كتخرج هو هذاك ما كانتش دائما وسعوا الكروشي. هانتوما فدابا انا غادي نقطع الحرير انا غادي نعمل لها شويه ديال البلانشا اولا الحديده باش تبان لكم مزيان واضحه فخليكم معايا باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. انا ما غاديش نوقف الفيديو لان انا معاكم غير غادي نحددها شويه وغادي نوريها لكم.
فانا معاكم ما وقفتش الفيديو، انا كنقيها ونعدل حدتها كما قلت لكم باش تشوفوا الشكل ديال النهائي كيف جا. انا حددتها ودابا ان شاء الله غنوريكم كيفاش غنخفيو هذا الحرير اللي كيبقى شايطنا هنايا، كيفاش غنخفيو عاد نوريكم الشكل النهائي. عفوا دائما كنبقى نعمرو غرزه في غرزه باش ما كيفلتش الحرير، يعني ما كنثيقوش فيه، كنزيروه مزيان. فما تنساونيش بلي لايك، الله يجازيكم بالخير، واشتركوا الاخوات ما كتشتركوش في القناه ديالي نهائيا، فعلوا الجرس واشتركوا باش دائما يوصلكم الجديد. فانا ما كنبخلش عليكم، يعني كنوصل حتى نبيوتكم وهذا شرف ليلي. كنعطي شي حاجه مفيده وفيها استفاده يعني باش تعدل الحويجه ديالك وتعدل القنيدرات، فكذلك نتوما ما تنساونيش من فضلكم، ويعني يعني كدعم ولا كحب لهذه القناه كاستفاده اللي كتعلموا منها. ما تنساونيش دائما بلي لايك واشتركوا وفعلوا الجرس وبارطاجيو باش تساعدوني الله يجازيكم بالخير باش تكبر هذه القناه اللي هي قناتي وقناتكم ان شاء الله. فقد ما كبرت قناه ام عبد الرحمن لتعليم كروشي ان شاء الله باذن الله غتكون يعني قد ما غتوصل جماهير اكثر قد ما غيكون خير اكثر. علاش؟ لان غتوصل بيوت، غتوصل امهات، غتوصل بزاف ديال الاخوات اللي ما كيخرجوش. انا كنركز دائما على هذه الحاجه، بزاف ديال الاخوات وربات البيوت اللي ما كيخرجوش من البيوت ديالهم، ما عندهمش كيفاش يمشيو يتعلموا في يعني في مراكز في مدارس في عند متعلمات. فكفرصه هاد يعني هاد الطريقه هذه، يعني حنا كنعطيو من لاشين ديالنا بزاف ديال يعني كنعلموا استفاده. ف يعني كيف كيوصل البيوت ديالكم، كنتمنى حتى نتوما يوصلني الدعم ديالكم. لي لايك فقط، طالبه منكم غير لي لايك واشتركوا وفعلوا الجرس وبارطاجيو مع الاهل والاحباب، وكونوا دائما كتفيدوني بالتعاليق ديالكم ملاحظات ديالكم، هذا هو المطلوب مني ومنكم ان شاء الله. وكنتمنى ما تردوا علي شي في وجهي وتشتركوا وتفعلوا الجرس قد ما كنشوف تشجيعات. ودائما كنلقى الى جبرت تعاليق وجبرت يعني كتشتركوا في القناه ديالي كاين اشتراكات كاين يعني محل كتحفزوني، فانا غتزيد نعطي. فالحمد لله الحمد لله كثيره، كاين كتوبه بزاف وما شاء الله، وقل اعوذ برب الفلق، كاين بزاف ديال الكتوبه اللي غنفيدكم ان شاء الله بهم، واحد الرصيد كبير عندي الحمد لله. فان شاء الله غنشارك معكم بزاف ديال الحويجات. فانت نتوما ما تنساونيش دائما لي لايك اشتركوا وفعلوا الجرس باش يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. خليناها في يعني كيفاش نظفوا الخيوط من الزواقه ديالنا او الدريس ديالنا، يعني ضروري نخفيوه ما يبقاش يبان. كنردوها دائما، كنبقاو ندخلو من هنا ومن هنايا،
يعني باش كنحاولوا نخفيه، واخا يتقطع واخا تعملوا فيما عملتوه ما غاديش يتفسخ ولا يتقطع. فانا هذه دي الطريقه ديالي كنبدا نخدم وكندخله في وسط الحرير، يعني هذه حاجه مهمه، نقطه مهمه جدا، يعني باش نخفيو الحرير باش ماشي حتى كتركبوا الزواقه وكتجبروها كيتسل بشويه بشويه حتى كتجبروا الزواقه، مش كتعرفوا هو سهل جدا باش كيتفسخ. اللهم نتفادوا هذا الشيء هذا كامل. كنبقاو ماشيين هكذا حنا كنخفيوه طبعا حدانا المقص، ومن بعد كنقطعو حتى ما كيبقى يبان والو، واخا كتبان دبلي شي شعرات خفافين كذلك حتى هما ما كيبقاوش يبانو نهائيا. ضروري نجبدوا هاد الشعيرات اللي كيكونوا كيبقاو هنايا، هانتوما انا كنبقى معاه بشويه كنبقى نحشي حتى ما كيبقاش يدار. هانتوما هالشكل النهائي ديال الزواقه ديالنا اولا ديال الدرس ديالنا اللي خفيف وظريف كما سميته انا، ساهل جدا جدا جدا. هانتوما شوفوا لي كيف كيجي تبارك الله ما شاء الله، بلاتي تبان لكم شويه في الكاميرا. هانتوما عفوا شفتوا كيف كيجي الشكل ديالو غزال، يعني كما قلت لكم جوج في واحد. هنا كنكونوا طلعنا الزواقه ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا يعني هذا ممكن نقدروا نعدلوها غير كهبطه اولا كطوق، يعني كاقتراح انا كنبغي نشارك معكم الافكار ديالي. ولكن ملي كنقلبوها هكذا فكتعطينا الشكل ديال الدريسات، علاش قلت لكم جوج في واحد أو عصفورين في حجر، يعني عملنا جوج زواقات في واحدة. هذه طبعا الكميمات كتجي غزالة غزالة غزالة. هانتوما شفتوا كيف كتجي الشكل ديالها راقي جدا ورائع، أنا عجبتني بزاف. وكما قلت لكم عندي في الكتاب ديالي وقلت علاش ما نخرجهاش، يعني نطبقها ونشاركها مع المتتبعات الوفيات اللي دائما كينتظروا الفيديوهات ديالي.
فواخا العدد ديالهم قليل وقناتي صغيره، فكنتمنى تكبر ان شاء الله بكم. دعموني وبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب، دعموا الفائده الاخوات كما قلت لكم ضربات البيوت والسيدات يعني اللي كيتابعونا او اللي باغين يتعلموا مهتمين بالكروشي بحالنا. فكنتمنى الرساله ديالي تكون وصلت وكل شيء يعني استفد، فان شاء الله انا مأكدة غادي تستافدوا من هذا الفيديو، لانه واخا فيديو طويل مفيد جدا، يعني مفيد جدا. تينا في البيت ديالك فقط غتحتاج غير الكروشي والحرير، وغتبحث على قناه مع عبد الرحمن يتعلم الكروشي وغادي تطبق الزواقه بكل سهوله. فمزيونه بزاف وسهله وخفيفه، فانا عملت حداك ما شاء الله، قول اعوذ بربي الفلق، عملت هذا الحجم هذا قدامكم. فتنتوما يعني في النهار ممكن توجدوا الكميمات، ممكن توجدوا الزواقه ديالكم، يعني الزواقه اللي غتحتاجوا الكميمات ولا الهابطه. كنتوما انا عطيتكم شاركت معكم وانتوما غادي تشوفوا في غتختاروا المكان المناسب ديالها. انا غادي نغتنم الفرصه وغنشكر جميع المتتبعات ديالي وغنقول لكم عواشركم مبروكه، والله يدخل علينا هاد الذكرى عيد مولد النبوي ان شاء الله بالصحه وبالرزق وبالعافيه، ويرفع علينا ربي هاد البلاء وهاد الوباء ويحفظنا هاد البلد الامين يا ربي امين. شكرا جميع المتتبعات الوفيات، الى الفيديو القادم باذن الله.